حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد ميرزا، استشاري طب عائلة ورئيس مركز حالات بومهر الصحي. بعد التحية دكتور، طبعا لو نتحدث عن آلية التسجيل ومواعيد برنامج اختر طبيبك في مراكز الرعاية الأولية بمحافظة المحرق تحديدا. أول شيء تحية لجميع المشاهدين والمستمعين وتحية لكم. طبعا حاليا التسجيل بدأ في المراكز الثلاثة، مركز حالة بومهر الصحي، مركز الشيخ سلمان ومركز المحرق. ابتدأ التسجيل تاريخ 8/5، متواصل التسجيل إن شاء الله إلى تاريخ 8/6. والمستفيدين والتابعين للمراكز الصحية عندهم الخيار حاليا أن يختارون الطبيب اللي حابين أن يتابعون معهم ومع عائلاتهم. نعم دكتور، نتحدث عن الأشخاص التابعين لهذه المراكز. طبعا إذا لم يقوموا بالتسجيل بعملية التسجيل خلال هذه الفترة المحددة لاختيار طبيب للمتابعة، ما هي الآلية بعد ذلك؟ طبعا أحب أنتهز الفرصة أني أشجع المنتسبين والتابعين للمراكز الصحية للتسجيل، لأن بعد إقفال التسجيل اللي هو بيكون تاريخ 8/6 راح يتم توزيع المرضى والمستفيدين على حسب الشواغر المتاحة لكل طبيب. دكتور نتكلم، يعني هناك يعني المواطنين يريدون التعرف أكثر على المزيد من المعلومات لتسجيل طبيبهم للمتابعة، كيف يمكن، هل آلية التسجيل سوف تكون مستمرة لفترة محددة؟ هل هناك آلية محددة سوف يتم إرشاد المواطن لاختيار هذا الطبيب؟ طبعا هو التسجيل جدا سهل، يوجد طريقتين للتسجيل. الطريقة الأولى عن طريق الموقع الإلكتروني لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وبالإمكان بعد للي يجد أي صعوبة في التسجيل التوجه إلى المركز الصحي التابع له، ممكن منسق المواعيد يساعده في التسجيل. نعم. أول ما يدخل المنتسب أو المريض المستفيد من الخدمة على الموقع راح يظهر له اسم المركز، يختار المركز، بتظهر له صور الأطباء مع معلومات بسيطة عن كل طبيب، سنوات الخبرة لكل طبيب، طبعا كلهم أطباء عائلة، وبالتالي يختار يدخل رقم المجمع ورقم الشخصي للمريض ويختار الطبيب اللي حاب انه يتابع معه ويستمر وياه. نعم، إذا نتعرف أكثر أيضا دكتور على يعني الحين أو الآن المراكز التي تعمل خلال 24 ساعة، كيف سوف يعني يتم استقبال الحالات المستعجلة في تلك المراكز الصحية؟ طبعا المراكز اللي راح تعمل لمدة 24 ساعة راح تعمل بيكونون مركز الحالة بومهر ومركز الحد، بيستقبلون المرضى وبيتم تصنيف المرضى كل على حالته، وبالتالي يتم توزيعهم، اما يعني اذا كانت حالة مستعجلة يعني بيتم تشخيصه وبيدخل على الطبيب وبيشوفه في اسرع وقت. إذا كانت حالة أقل يعني حدة، مو حالة طارئة، بتم إرشاده لمتابعة طبيب العائلة اللي تم اختياره. نعم الدكتور محمد ميرزا، استشاري طب عائلة ورئيس مركز حالة بومهر الصحي، شكرا جزيلا لك.